الاخرى اللي مكتب في الرزق ديال هذا المخلوق هو اليوم. من هاد يتزاد من هدم هو عنده البدايه عنده النهايه. اخر مره تلقى سي ولدك؟ ولدي اخر مره هذه 15 جاب لي الدواء وقال لي حيت انا عندي مسالك داكشي ديال البروستات، قال لي با غير نجي ونديك الطبيب ديال البروستات. قلت له واليوم مع الصباح هز التليفون باغي نعيط نشوف واش كاين ما كاينش، تعيطوا لي قالوا لي البركه في راسك نجيت ولدك ما تبغاش تدخل لي على عقلي. كاين ما لا دخلت كذا تقولوا لي راك سيده، اللي قالوا لك سيده انا صح مناش مفرشخ ولا زعما تقول لي راه باغي ندخل كون جي راه في السيرفيس تدخل فيه واحد بالموتور واش جاي مقصود باش يضربو ولا الله تعالى ما يعلم بالخير والله. انا كنت نعرف شحال مره تلقاوني ملي باقي ساكن في الدهب تضرب بالمسنب الاولى وتضرب 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 سبيل الوطن. اييه انسان خادم. اييه اييه وليدي اييه وليدي زعما داكشي اللي تيدير الاولى والاخرى الله يفرشو برضا وغطي برضا وبليدة المسلم الله يرزقو التبات عن السعيدين الله يرزقو التبات وانا الله يرزقني الصبر من جيتو حيت هو يدي هو رجلي هو كل شيء. انا عندي غير العيالات هو اللي رجل عندي في حياته كان كيقولها في حياته كان كيقولها كيقول الوالد ديالي هو كل شيء. انا عندي غير العيالات الله يصبرك الحاج اللهم امين الله يصبرك في راسك لا عنده غير